النبي المصطفى بنت النبي المصطفى ميسانينا للقدير ميسانينا للقدير ونبوة لله اصطفى ونبوة لله اصطفى على ملة ابراهيم على ملة ابراهيم حليفا للبيت طافر. هكذا بدأت ليالي المديح في نسختها الثالثة وسط حضور شعبي وثقافي كبير احتفاء بهذا الفن الموريتاني الأصيل. الأجواء الرمضانية تضفي طابعا خاصا على هذا السمر المديحي المترنم بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعترته الشريفة. عقبت روحك ظهرت بدمان بالصحو وقامت بقرية نكفة نور عشمت الإسلام من كونه الله إلهية شرقانة في العلم في الأرحام سابق تخلق لدمية وانزل باب أي الصادق الأمين لم دمو محمد كلية قام الدين الفوق تقفل مستربت عايد البية ذيك الروح اللي خلق فيك مولانا خلق التقية. رئيس مهرجان ليالي المديح أكد على أهمية هذا الفن الأصيل ضمن ألوان الثقافة الموريتانية الغنية بالمعاني والدلالات الإنسانية والحضارية. وسوف يبقى هذا الجمهور المتعطش لهذه الفنون خير سند لنا وحزام أمان يشد من أجل مشروعنا الذي عقدنا العزم على مواصلته والعمل على استمراريته حتى تستعيد دقداقة وبنجة ويستعيد لعب الدبوس والردح والنفارة والمدح مكانتهم المستحقة كرافد ثقافي وموروث روحي للمجتمع. حضور ثقافي وشعبي كبير لليالي مهرجان المديح النبوي برهانا على أصالة هذا الفن وارتباطه بروح ووجدان الموريتانيين. كيف لا والمديح النبوي الشريف شدو بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وترسم لهديه وسيرته ووقوف على غزواته وبعوثه وترنم بصفاته وأخلاقه الشريفة ولهج بمواقف ومشاهد صحابته الكرام وأهل بيته الأطهار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.